السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شو من اللي ما كتكونش الحركة حتى الجهاز العصبي لا يعمل جيدا. سبحان الله. نعم اكيد، لان الشخص ملي كيكون يتحرك ولا كيكون يتمشى ولا يعمل رياضة ولا يكون هذه الاشياء تلهيه لا تكون لديه افكار سوداء. اما الشخص الذي لا يتحرك يبقى في المنزل جالس حتى بهذه الأشياء الحديثة مثلا مثل الأنترنت ومثل التلفاز والأشياء التي تلهي، ولكن لا تلهي مثل الأشياء الأخرى نعم، وكان لاحظوا على أن الناس ولا تعدم أفكار سوداء والناس ولا عدم توتر عصبي. والغريب أن يعني بلد كالصين مثلا، ناخذه عليا البلد كالصين مثلا واليابان وهذه الدول اللي فيها يعني كثره الاكتظاظ وان التكنولوجيا تقدمت وان الناس مابقاوش يعني عارفين كيفاش يعيشوا. نعم هذه الان كيشتكي الانسان، يشتكي من هذا التوتر العصبي ومن هذا الارهاق ومن هذا يعني يعني التوتر العصبي الشخص يرهق الجسم، مريض نفسيا حتى ان في هذه الدول بدات كتظهر بعض المراكز اللي ولاو الناس كيجيو يتلهاو تما، مشرفين اجتماعيين واطباء كيشرفوا على هذه الاشياء هذه لان الناس ما تلاوش عارفين كيفاش يعيشوا. فاحنا مازال عندنا الفضاء جيد نقي وواسع، مازال لدينا ما نعمل، لان هذه السيده هذه بالنسبه لها هي الحركه هي تمارة. علاش؟ لان هذا الشخص اللي غادي يعمل بجهده وغادي يعرق بهذا العمل هذا هذا هو يعني غير تعب الاكمال اللي خلق لها الانسان، انه لازم يعمل، انه لازم يتحرك، لازم. ولذلك ان الله تعب جعل الارزاق، ولكن هذا الارزاق هذا من ورائها واحد الحركه، خصك تحرك من اجل هذا الرزق هذا. ولا يعني ولذلك جاءت كلمة السعي في القرآن، يسعى الإنسان، يجب أن يسعى إلى هذا الرزق. معنى يسعى يتحرك ويتمشى ويخدم بعضلاته دائما كنسمعوا يعني كنداولوا ذاك الحركة فيها بركة. أكيد هذه كنداولوا بنا كلمة السعي فيها التدبير، يعني هنا كيكون الجهاز العصبي كيخدم فيها المخ وكيخدم فيها العضلات، خصو يتحرك بالجسم ديالو، خصو يتحرك بالعقل ديالو. هذه هي المعنى ديال يسعى، كيفاش يسعى الانسان للرزق، خصو يخدم العقل ويخدم هذا الجسم كذلك يعني عضلاته. وكنلاحظوا على ان الناس اللي مازالين خدامين بالعضلات ومازالين عندهم اعمال مجهده ان مازالين بصحه جيده، رغم ان يعني ان واحد الفتره كان الطب وصل انه كاد ان يجعل جسم الانسان محرك. يجب ان نعطيه وقود. كاد ان يجعل جسم، بداو كيحسبوا الكالوريات والسعرات الحراريه وان الجسم نقص طاقه وان سوء التغذيه، وهذه كلمه سوء التغذيه راه ما مفهوماش. سوء التغذيه في الوقت الحاضر تعني كثره الاكل وخلط الاكل، هذا هو سوء التغذيه. لما الشخص ياكل مع وسط النهار ياخذ طبيخ فيه لحم وفيه خضر وفيه اشياء وياكل جيد، بعدها ياخذ فواكه، فهذه الفواكه زائدة. هذه زائدة، هذه يجب أن لا تكون هكذا. ثم بعد الفواكه هناك حلويات ويعني هذه مشروبات غازية. الناس بحال هذا الإنسان هذا مخلوق ليأكل، وهذا ليس هذا يتعارض مع العقيدة ويتعارض مع الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للبشر. ولذلك فالإنسان يجب أولا أن تكون لديه حركة، لان كيلاحظوا الناس على ان الحيوان ملي كنبغيو نسمنوه كنقطعوا عليه الحركه، يربط كيسجن ماشي يربط. يعني في امريكا دابا عاملين اقفاص لهذا الثور مثلا والغنمه والبقر، وهذيك عاملين لهم قفص كي لا يتحرك، مخلي ليه مجال قصير باش ما يتحركش هذا. فلما نمنع الحركه ان كنسمنوا الجسم ملي كيسمن الجسم ان كيتزاد كيولوا فيه زوائد. شنو هي الزوائد؟ هي الشحم. الشحم من الزوائد. ثم كيوليو في حصى في المراره، ان كاين بعض الشركات الان في الدول الغربيه اللي كتشري هذيك الحصى اللي كتكون في المراره ديال البقر. نعم. اليا هي تباع بثمن باهظ، هذه اللي كيشريوها، وخصوص الصينيين، هذه الصينيين والكوريين واليابانيين كيبحثوا عليها في العالم.
لأن كيخدموا بها في الطب الصيني هذه. فهاد الزوائد مثلا الحصى في الكلية والحصى في المرارة والحصى في المتانة والكوليسترول وبعد التورمات والشحوم وهذه الأشياء كلها تكيسات، هذه كلها زوائد في الجسم، زوائد زائدة. يعني لما تتكون هذه عاد تضخم الأعضاء، يعني تضخم البروستاتا، يعني وكين شحوم حول الكبد، كين يعني شحوم حول المبيض عند النساء، كين ماء مثلا تكون بعد الماء في المفاصل، يعني هذه الكبسولة هذه مثلا الركبة ولا هذه كيتكون فيها ماء، يعني هذه القضية ديال يعني الريماتويد أرترايتيس، هذه كلها أشياء تأتي من كثرة السعرات الحرارية وعدم الحركة. فهذا فصل الشتاء سبحان الله، يعني من المستحيل أن تكون هذه المواد ديال فصل الشتاء تكون كوليسترول في الجسم، ومن المستحيل أن يتكون كوليسترول في الجسم في هذا الفصل إذا كان الناس يتبعون الناموس الكوني أنهم يطرحوا جانب جميع المواد المصنعة، أنهم يقتاتوا مما تخرج الأرض، وأنهم يقتاتون على هذه الأشياء الوقتية التي تخرج في هذا الوقت هذا. وكيلاحظوا الناس على أن تقريبا في فصل الشتاء كيتسوى الليل مع النهار، يعني دابا راه 6 الصباح 6 العشية، يعني المغرب والفجر تقريبا عليين، يعني 12 ساعة يتساوى الليل مع النهار في الأول ديال فصل الشتاء، في آخر فصل الخريف وفي الأول فصل الشتاء، يعني في شهر يناير. ثم غادي يبدأ النهار يطوال، يعني في فصل في مارس غادي يبدأ النهار يطوال، يعني ابتداء من فبراير كيبدأ الشمس كتطلع مع 7 وتبدأ ترجع، يعني حتى تولي تطلع مع 6:30 مع 6، والمغرب كيبدأ يزيد كيولي مع 7، فيعني كيبدأ يطوال النهار، يعني من كيبدأ يطوال النهار. هذه علاش؟ لأن في فصل الشتاء ليس هناك عمل في الحقول، هذا ناموس كوني خلقه الله هكذا، ليس هناك عمل في الحقول في فصل الشتاء، قليل من العمل، ولكن ليس هناك حقول، الناس داخلين سادين عليهم، يعني حتى الحيوانات ما كيسرحوش في فصل الشتاء، يعني كي ملي كتكون الشتاء المطر ينزل كيربطوا الحيوانات ما يخرجوش، لان غادي يفسدوا الحقول، لان هذاك الوحل رجليهم غادي يدخلوا هذاك الكلاء يفسدوه. ولكن في فصل الشتاء في اخر فصل الشتاء وفصل الربيع كيبدأ العمل، كيبدأ النهار طوال. لماذا؟ لأن كيبدأ العمل، كيعطينا الله النهار طويل باش نخدمه فيه باش كينعمل. كيبدأوا الناس يزولوا، كان في واحد الوقت يزولوا ذيك النباتات الخبيثة، دابا ولاو كيعالجوا هناك يزولوها بمواد كيماوية. كيبدأوا يعتنيوا بالحقول ديالهم، كيبدأوا يعتنيوا بالماشية، الماشية كتسرح. وهذا هو الفصل اللي غادي يكون فيه اللبن جيد، يعني هنا فصل الشتاء اخير خصوص خصوصا فصل الربيع اللي يكون فيه لبن ديال الكلاء ديال هذا الربيع هذا جيد. ثم هذا يعني هذا الفصل هذا هو انتقالي ما بين يعني النوم الرقاد، هذا النوم فصل الشتاء، ثم الحركة الكثيرة في فصل الربيع كتكثر الحركة، يعني الانسان يتحرك. ولذلك هذه المواد سبحان الله، الخرشوف يخفض الكوليسترول، الكرفس يخفض الكوليسترول، الثوم تستهلك الثوم الآن في هذا الفصل هذا الثوم، والبصل الخضر، البصل البصلة الخضراء اللي عندها الأوراق. ولازم تستهلك الأوراق البصل، أوراق الخضراء للبصل، غير ما تكونش معالجة وما يكونش التربة فيها نترات، يكونش التربة فيها سماد كيماوي. ويأخذون الناس هذه الأوراق، هذه أوراق البصل كتسخن كتعرق. كتسخن لأن هاد الأليسين اللي كان موجودة في الفلافونويات الموجودين في البصل هي فلافونويات قوية تسخن الجسم.